أشعر بصدري حزن مبلول، متغير اللون والنبرة، يا حظ من لا صرخ معلوم، تقدر عيونه على العبرة. فقدتك أكثر من المعقول، أكثر من الوصف، ويا كبرى بصوت فهد دوحان. الجميل والرائع فهد دوحان، شاعر وكاتب صحفي، بدأ عام 1985 وإلى الآن متواجد في الساحة الشعبية، أحد المؤسسين لمجلة المختلف، وعمل رئيس تحرير لمجلة سيوف الكويتية عام 1993، ورئيس تحرير مجلة الساعي عام 2007، وهو الآن مشرف تحرير في جريدة الصباح ومعد ملف مقامات الأدب الأسبوعي، وله كتاب أزمة الشعر النبطي ومحاولات الحداثة. كان ولا زال أحد أعلام الخليج العربي. أبو عبد العزيز، طاب ليلك، طابت أيامكم ولياليكم أحمد، الله يحفظكم إن شاء الله. متواجدين مع شعر فهد دوحان وإنسان فهد دوحان، ومساك الله بالشعر والخير. الله يمسيكم بالخير والشعر والمحبة والمسرة يا أحمد، شرف لي أن يكون معكم هذه الليلة. أنتم إضافة إنسانية وإبداعية جميلة، تحاولون تقدمون أشياء صدقا يكون للمرء شرف أن يكون جزء من هذه الأشياء. الله يعزك أبو عبد العزيز. في الماضي كان لك حضور قوي بالساحة الشعبية، وغبت فترة طويلة ورجعت بحضور أقوى من الفترة السابقة. شنو الأسباب اللي خلتك تغيب وخلتك ترجع أقوى من الأقوى؟ يبدو لي أحمد قضية الغياب تكون غير مقصودة وغير يعني معد لها مسبقا، بمعنى يعني يجد الإنسان نفسه مرات في عمل يتيح له العطاء، يتيح له الإبداع، يتيح له شيء، لما تنتفي هذه الأشياء يجد أنه يعني في قراءته وفي كتابته الذاتية شيء عظيم ومستمر على نفس النهج. مثلا يعني أنا أذكر أنه في زمان قبل كم سنة لما صارت قضية المنتديات في المرحلة الأولى، أنا شخصيا وجدت فيها يعني مفاجآت عظيمة جدا، نسبة عالية ومثقفة من القراء الرائعين، نسبة كبيرة من الكتاب المبدعين والشعراء المميزين كذلك. تطورت المسألة حتى بدأت شبكات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر وإلى آخره. القضية أن الواحد عنده بضاعة، بس تعتمد على المكان والزمن. مرات تنصدم في قضية النشر، أنه يكون لك رأي في مجلة ما، أيام ما كانت المجلات ماسكة مثلا، أو في أي مكان هذه المطبوعة يعني. القنوات جت في وقت متأخر متخصصة، وأنا أقول قلة من القنوات المتخصصة اللي خدمت الشعر، لسبب هي قنوات تجارية. أتحدث تحديدا عن القنوات اللي تدعي أنها مثلا قنوات شعر شعبي أو هذا كلام غير صحيح. أنا بالنسبة لي أنا ما شفت قناة متخصصة، يعني قناة منطقية فيها برامج جيدة نعم، ولكن فبالتالي تكون يعني رجعتك للأدب يعني أو للنشر مقرونة في المكان فقط لا أكثر يعني. طبعا أبو عبد العزيز يعني كشاعر مثقف في قصيدة معلمة وفي قصيدة مثقفة، تقول يعني بعض المنتديات كان في لها تواجد يعني جمهور مثقف هو من خلاله مثلا تقيس قصائدك منه؟ لا، أنا عرفت من خلال المنتديات حجم هذا الجمهور. زمان كانت بيني وبين الجماهير أحمد فجوة، بمعنى أنه احنا كنا في مطبوعات مثلا أنت ما تكون في علاقة مباشرة مع القارئ أبدا، لكن في المنتديات تشوف ردة الفعل المباشرة بعد نشرك لمقالة أو النص، فتكتشف بصدق بأمانة بدون غلو أقول هذا الكلام شيء مذهل للغاية. أنا شخصيا وجدت هذا، فهذه إلى حد كبير ذوبت المسافات بيني وبين أكثر القراء، فبالتالي صارت يعني حتى ثقتك في قضية التواصل مع تجد أنها ذات جدوى، فبالتالي أنت يعني تشعر بقيمة، حتى ليس قيمة القيمة الحقيقية الأدبية لما تكتب، لكن جدوى ما تكتب. الله عليك أبو عبد العزيز. يعني في متذوق خطير، وأحيانا المتذوق الشعري يكون أخطر من الشاعر. هذا صحيح. شلون تعرف أبو عبد العزيز؟ يعني الكثير يجيك يردد بعض قصائدك، بس يمكن أنت سين من الناس اللي هو أنت مؤمن بذائقته، لما يردد قصيدتك تفرح، بس شلون تميز
المتذوق الخطير. هذا لما يكون للمتذوق أو للقارئ تعليق معين مثلا، فتكتشف كيف استطاع أن يستنبط هذه المعاني داخل القصيدة لو كانت جزئية واحدة. والله يا أحمد من النص كله، من النص كله تعرف أن استطاع أن يرى بعين البصيرة وليس بعين البصر هذا يعني هذه الجزئية في النص، وتجزم تماما أنك أمام قارئ خطير يقرأ ما بين السطور. يستفزك جدا، استفزك للكتابة، حتى لإعادة الكتابة مرة أخرى والرد عليه والتعامل معه كحالة خاصة. أبو عبد العزيز يعني أنت ملك التصوير بالنصوص. العفو العفو العفو. فودنا نسمع نص. أتشرف أكيد. هذا النص يبدو لي أن تهمة العمر، لكن أنا مضطر أقوله حتى أقول مرت علي 40 من السنين تعدي، مرت علي 40 من السنين تعدي، عدي ذيابه وهي تنهب عشا ليلها، ما بين مرنا بحلق العمر وبين شهدي تعلق الماء بروحي واحتبس سيلها. أخطيت وذنبت وسرفت وتراخ جهدي، أخطيت وذنبت وسرفت وتراخ جهدي، بين تعد السنين وهي على خيلها، عين على الدرب وعين معلقة بالجدي، أرقب سماي وعيوني لدت سهيلها، عين على الدرب وعين معلقة بالجدي، أرقب سماي وعيوني لدت سهيلها، أهيجن يا طرا غالي ورد حدي، أعبر فرات الليالي واقف بنيلها، أهيجن يا طرا غالي ورد حدي، أعبر فرات الليالي واقف بليلها، ما خفت شي ونال وما بقى في بلدي بلد، وسوآتها المفضوح قابيلها، أمد له من عيوني قبل مدت يدي، غربان الأعذار تحفر له وغني لها. يا عالم يا عالم بخائنة عيني وما تعتدي، يا عالم بخائنة عيني وما تعتدي، يا سامع وسوست نفسي وباطيلها، يا رب وانت العليم مني ومن مولدي، وذنوبي اللي تطيش الطيور بابيلها، منصبة لين ما هد البيض أسودي، لا وزن الأرزاق يشغلني ولا كيلها، تعطي بعدلك وفضلك كافر ومهتدي، سعي العباد بمناكبها وتحصيلها، ولا تدنس بشهوات الحرام جسدي، ولا تدنس بشهوات الحرام جسدي، لا صارت الديون من يقدر على شيلها، ولا تعديت حرماتك بعرض أجودي، وندري بعاقبتها قبل امشي لها، ولا أزكي عليك النفس يا سيدي، ولا أزكي عليك النفس يا سيدي، الكاشف حساك عن فتنة خلاخيلها، المرسلة للغوايات أبرهتها فدي، الهادمة كل بيت المطلقة فيلها، ولا أزكي عليك النفس يا سيدي، الكاشف حساك عن فتنة خلاخيلها، ولا أزكي عليك النفس يا سيدي، الكاشف حساك عن فتنة خلاخيلها، المرسلة للغوايات أبرهتها فدي، الهادمة كل بيت المطلقة فيلها، غنيمة الروح غنيمة الروح يومني أصير حدي، آنس بتكبيرة النجوى وتهليلها، أسوق ذنبي عليك وكنا شوف اسعدي، والنفس لولا طمعها فيك يا ويلها. عشان كذي عشت بروحك وأخذت عزلة يا أبو عبد العزيز، وطلعت بخيلك من الفرات ووقفت بالنيل، وتبقى إن شاء الله مثل صيتك ومثل شعرك طاهر بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وصيتك واصل بين الناس. الله يحفظك ولا زكي نفسك، تمثلنا شعر شرف لي وتمثلنا أخلاق، وتبقى أستاذ وقصيدتك. الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، الله يرفع قدرك، شرف لي. أبو عبد العزيز، زمن فهد عافت، متعب التركي، سليمان المانع، مسفر الدوسري، خلف الأسلمي، ماجد الشاوي، مهدي بن سعيد، شنو يعني لك؟ أحد أجمل الأزمنة، أحد أجمل الفترات اللي عشناها حتماً، يعني أكيد أنه يعني فترة عظيمة مرينا فيها، يعني فترة كان لها علاقة في تشكيل إنسانيتنا وذائقتنا وشعرنا، فترة من غير ما نقصد، فترة من غير ما نخطط، فترة من غير ما نكتب هذا الشيء، اكتشفنا أن مجموعة من الشعراء، مجموعة من الكتاب أو مجموعة من الصحفيين جينا في زمن واحد، واكتشفنا أنه عندنا تمرد على القصيدة، اكتشفنا أنه عندنا صوت نبي نقدمه، مو علشان حاجة للدنيا، للأمانة لا، كان عشان الشعر. ساعدت الصدفة، ساعد الزمن في أنه يكون فعلا مجموعة، سوينا شيء يبدو لي أنه لحد الآن يعني
نتائج عظيمة يعني. أنا ما أقول هذا الكلام أحمد من باب المدح إطلاقا، لكن من باب التاريخ والله، من باب الإنصاف لهذه المرحلة يعني. أنا قلتها في أكثر من مكان وأقولها ثاني مرة، أقول من يعني من أيام ما كتب ابن خلدون في مقدمته عن الشعر الشعبي، سماه الشعر القيسي والشعر البدوي والشعر الحوراني، من هذيك من القرن الثامن الهجرة، يبدو لي حنا أول جيل غرب للشعر الشعبي من جديد وطلعنا بصوت. لا نقصد أنه حنا نعمل هذا الشيء، بس هذا ما حدث، لكن اكتشفنا في بعد مسؤولية ما قمنا في أدائه يعني، فقدمنا نتاجنا للعالم يعني. وأعتقد أنه لازلنا يعني لازلنا نرى يعني النتيجة لما أحدثناه تطور القصيدة الشعبية الجديدة يعني. هذا الكلام ما يعني إلا أن القصيدة في زمن قبلنا كانت قصيدة عظيمة ورائعة. السؤال اللي كنا نطرحه هذيك الفترة، هل كان شعرنا يصلح لهذا الزمن بنفس اللسان القديم اللي كانوا يقولون فيه الشعر؟ كان التساؤل عندنا أداء الشعر وكتابة الشعر أكثر ما كنا ننظر في الكلام يعني. فقدمنا تجربتنا، وتجربة يعني كنا فخورين فيها، تجربة لا زالت يعني الأمانة الكثير يعني يرددها، وكلنا نحفظ بعض النصوص اللي قدمتها. الصحافة أبو عبد العزيز دايم تتطور، لكن في مشكلة وفي لخبطة وفي شللية تحديدا بالصحافة الشعبية. شنو السبب؟ ليش دايم يعني ما تقدم ما تقفز إلى الأمام أكثر وأكثر؟ عندي تعليق بسيط على قضية الشلالية. دائما أقول في شلاليتين، شلالية إيجابية وشلالية سلبية. نعم. الشلالية الإيجابية أن يكون مجموعة من الشباب أو مجموعة من الأسماء الجميلة أن تقدم عمل، وحمد هذا يخبرنا فيه التاريخ بشيء مهم جدا. جميع الحركات الأدبية والفنية في العالم على مر التاريخ بدأت بمجموعة، وإن كانت من فكرة من شخص واحد، إنما بدأت بمجموعة واحدة. هذه كانت شلالية، لكن شلالية إيجابية. أما نكون القضية الشلالية الأخرى شلالية سلبية، حتما يا أحمد إنها موجودة مش بالصحافة الشعبية. ثق في أن أي وسط تتعامل معه ستجد نسبة من الشلالية. نعم صح. في أي وسط أدبي اجتماعي سياسي إلى آخره ستجد نسبة من الشلالية، لكن ركزنا على شيء يهمنا فشفناه أوضح وكانت الصورة واضحة في شلالية. نعم صح. زين أبو عبد العزيز، أنت من أحد المناصرين يعني مناصرين قصيدة التفعيلة. صحيح. ومن الناس اللي يعني ما تنكر لها على المنبر أبدا. شنو استفدت من هذه التجربة أبو عبد العزيز؟ أنا ما أبحث عن كانت تمثلني، أنا ما أبحث عن استفادة. لو كنت ببحث عن استفادة كان مليت الدنيا صراخ وخذت المقابل. بالعكس، لعل هذا الشيء يمكن ما بقول ضرني قدر ما أقول يعني على مستوى الاستفادة ما نفعني كثير. على فكرة قصيدة التفعيلة مش محظوظة مثل القصيدة العمودية. ليش أبو عبد العزيز؟ لأن أتحدث عن تاريخ طويل تعودت فيه الأذن، أذن المستمع على الشيء النبطي، على الشيء المعين، صدر وعجز، وهذا طبعا مش سوء، لكن تعود. علشان تعود أمة كاملة على شيء جديد عليه تحتاج إلى فترات طويلة، خصوصا أنه لما روجنا هذه القصيدة ما كانت الأصوات كثيرة لها، قل اللي كانوا يكتبونها، فبالتالي وجدنا صعوبة. لكن أنا أقول لما أكتبها هي تمثلني وتمثل ذاتي، هذا الاستفادة أني أنا ما خسرتني يعني، ما خسرت نفسي، أشعر أني أقول الشيء اللي أشعر بانتمائي له. أحيانا كثير من الأفكار أحمد لا يمكن تتأتى بقصيدة نبطية. نعم صح. طيب وعبد العزيز يعني استسلمت ولا لازلت؟ حتما ما راح استسلم لأي شيء أنا، سواء حققت أو ما حققت، لسبب أنه استسلامي معناته توقفي أنا عن الحياة وليس عن الشعر. أدري، ولكن أحيانا أبو عبد العزيز يمكن تكمل 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 ولكن الجمهور ما يبيها. أنا لو أبحث الجمهور أحمد أعرف مفاتيح الجمهور تماما ولا أجهلها، حنا صناع الساحة. لو كنت تحدث عن قضية الجمهور والله عرفت الصناعة يا أحمد، سهلة جدا. بس القضية مش قضية جمهور، القضية في أشياء داخلك أنت أصلا قاعد تتعرف عليها لحد الآن. تغوص بأعماق الآخرين لانتشال ذاتك؟ لا لا، تغوص في ذاتك حتى تنتشل الآخرين. الله عليك يا أبو عبد العزيز. جميل. زين أبو عبد العزيز، بعد أن كانت الكويت الأولى طوال السنوات الماضية في تصدير الشعر والشعراء، ما السبب وراء تراجعها؟ يعني الآن نشوف يعني انتقلت إلى المملكة العربية السعودية ويستحقون إلى الإمارات إلى قطر. أنا برأيي أنه الكويت في قضية الشعر تبقى مثل مصر قضية الفن، هي الإشعاع. صحيح أن نسبة الشعراء في السعودية أكثر ورائعين وممتعين، لكن تبقى في الأضواء في الكويت، والساحة ستظل في الكويت مصدرة رغم كل العقبات اللي تصير، تماما كما حدث في المسرح الكويتي، كما حدث في الساحة الفنية، كما حدث في الثقافة بشكل عام. في قضية الأضواء الكويت رائدة في هذا لسبب أسباب كثيرة،
وهذا كتبت يمكن أنا الموضوع، أن الكويت ما في هذه القضايا الشللية، ما في هذه القضايا اللي تميل إلى أهداف خاصة. الكل حقيقة أنا قاعد أشوف يقدم العمل بشكل رائع، تظل الأضواء أنا أعتقد في الساحة الكويتية إلى أمد بعيد، وإن كانت نسبة الشعراء. فيما يخص الإمارات، الإمارات دعمت في برنامج واحد ومن الدولة كلها. نعم. وليس غريبة، أنا أقول هذا الكلام لو تعمل 25% من الكويت كانت سيدة الساحة. صح. طيب أبو عبد العزيز، نبي نسمع نص. حاضر. حضر لك الخير. مبصر بكثر ما العالم ضرير، مبصر بكثر ما العالم ضرير، وحدته داخله متعددة. مبصر بكثر ما العالم ضرير، وحدته داخله متعددة. كان يستفرد بنفسه كثير لين ضاعت وهي مستفردة. كانت تطير منه طير طير واحتفظ بالأخير الموعدة. كانت تطير منه طير طير واحتفظ بالأخير الموعدة. يشعر أنه تلاشى للأخير كان يغرق وهو رافع يده. وقبل يستوعب أي إحساس غير، قربه لليقين وابعده. قال حبل العمر جدا قصير واطلق أمسه قبل يخسر غدا. أيها الحزن، أيها الحزن يا الإبن الكبير، للحياة أنت الأكثر تسعده. أيها الحزن يا الإبن الكبير، للحياة أنت الأكثر تسعده. تلمسه تنبت ضلوعه تصير سنديان وتسيل الأوردة. كان هذا هو المعنى الخطير والخلاصة، خلاص المفردة. شعر يختار عيا يستخير مفرداته وهي متمددة. شعر يختار عيا يستخير مفرداته وهي متمددة. ينبش الريح الأشجار الضمير، شاعر تشف روحه مقصده. عاش ما بين فوضاها كبير، طعم هذا الحياة يجدده. يزرع سنين بيديها المصير للحياة، ولذا رد حصده. الله عليك عبد العزيز، يعني تعطيني مفردة تقليدية، تعطيني لغة حداثية، تمزج لي ما بين الصور وتنتقل من فكرة إلى فكرة، وصورة الغريق اللي يرفع يده. جميل يا أبو عبد العزيز. الله يحفظك، الله يحفظك. لكن حنا بنريح معاك فاصل وناخذ معاك فنجال قهوة ونرجع. شرف الله يحفظك. أعزائي المشاهدين، متواصلين مع شاعرنا المبدع فهد دوحان، لحظات ونرجع لكم. هلا وغلا فيكم أعزائنا مشاهدين قناة اليوم. معانا اتصال مع الشاعر والإعلامي فايز الزعل. أبو شملان، طاب ليلك؟ طاب يا أبو شملان. طابت لياليكم الجميلة أخي وزميلي المبدع أحمد شيار. يسعدني أني أطل عليكم يعني من خلال فضاء قناة اليوم، القناة اللي تركت بصمة في عالم الفضائيات، ومن خلال برنامج بأمانة متعدد الرؤى وأبدعت من خلاله أنت وزملائك طبعا موجودين خلف الكواليس اللي هو برنامج تفاصيل. يسعدني أني أطل معاكم في هذه الليلة اللي بأمانة يا أحمد يعني لو أني بتكلم كلام كثير. أن الموجود في استضافة برنامج تفاصيل هامة، أو بالأصح تجربة شعرية رائدة على مستوى الخليج، اللي هو أخي وزميلي وحبيبي فهد دوحان، اللي يعجز الكلام أني أوصله للإنسان هذا بأمانة. أسعد الله مساك يا أبو عبد العزيز. الله يمسيك بالخير يا أبو شملان. كنت أقول أحمد يعني في الطاري، قلت اللي ما يحب فايز خليه يراجع قلبه. كنت بقولها أنا بس هو قالها أبو شملان. قلت له ترى معانا مداخلة فايز الزعل، كان يقول لي اللي ما يحب فايز الزعل خليه يراجع قلبه، وكنت بقولها بس هو قالها. يطول لي بعمره، هذا من طيب أصله وأصلك إن شاء الله. بأمان أحمد والله يشرفني أني أطل عليك إن شاء الله من خلال يعني هالاتصال هذا. وأبو عبد العزيز يعني نار على علم، ولو أتكلم عن تجربته فعلا لما أتكلم عن مسمى تجربة في الخليج وتجربة رائدة، فهو من يعني منظومة أدبية استطاعت أن تنقل الشعر الشعبي من فضاء ضيق إلى فضاء رحب، اللي هو تجربة نسميها التجربة الحديثة أو القصيدة المعاصرة، لأن صار جدل كثير على مسمى الحداثة. فلذلك بأمانة لهم بصمة كبيرة. فإذا كان من ناحية شعر فهو مبدع وكاتب كأديب
كمؤرخ وله بصمة كبيرة جدا واللي يخفى عن الكثير. يعني فهد دوحان بأمانة من أبرز الأسماء اللي لديه قدرة أن يقدم قراءة نقدية لكل شاعر يعني في الخليج، لكن هو قدم تجربة طبعا كتاب أزمة الشعر النبطي، وكنت أتمنى طبعا أن تكون في تجارب حية من خلال القراءات ومن خلال فضاء يعني برنامج تفاصيل. أتمنى أبو عبد العزيز أن السبب يعني عدم وجود قراءات له شخصية لكثير من الشعراء، وأنا مدرك أن مع احترامي كافة النقاد في مستوى الخليج، فهد دوحان حينما يكتب اللغة مغايرة، لأنني أعي يعني عقلية هذا الرجل، وأنا ما أحب أن يطيل عليكم أخوي أحمد. يعني أبو شملان قبل لا تطيل، طبعا إشادتك فيني وبالبرنامج هذه ما راح ناخذها لأن شهادتك مجروحة فينا، إشادتك بالأستاذ والمبدع أبو عبد العزيز إضافة للبرنامج، وهو تواجد إضافة للبرنامج. بس أبو شملان نبيك تطلب أبو عبد العزيز نص، أنا ما أقدر أطلبه بحكم أنه أخ وأكبر مني وأستاذ أعلى مني، لذلك يا أبو شملان انت اطلب وانت تقدر عليه، احنا ما نقدر عليه بامانه. يعني ابو عبد العزيز يعني لو اني بطلب يعني، لكن انا عارف الوقت يعني ضيق، ولا في نصوص كثيره، في قدم نصوص جدا لو بتكلم، يعني نفس نص يعني حنظله اللي كتب في المناظر الفلسطيني ناجد العلي، في نصوص اخرى، لكن انا بخليها بما ان الليله قمره يعني بحضور ابو عبد العزيز في نص اللي يقول اعتقد ان حرب البسوس، اللي يقول ما كنت احسب ان البكاء بين المهاديف محبوس، عارف ابو عزيز والله، لين الربابه جمعت ما في عيوني من حديد، كنا الرمد لعده سنين ونوهو بالجفن موس والعمر بير والليالي ما بقى فيها وريد. نبش التاريخ ابو شملان. ابو شملان نبي نخليك الحين وخل ابو عبد العزيز لك طيبه الخاطر ان شاء الله ابو شملان بهالنص او غيره، ابشر والله حاضر. شرف شرف لي شرف، الف شكر يا الله يحفظك. انا اللي شاكر لك، شرفتنا يا ابو شملان، البرنامج ان شاء الله شرفتنا يا ابو شملان، وجهك ابيض وطاب ليلك طاب يا ابو شملان، طاب راسك ان شاء الله ولياليكم ان شاء الله الجميله ان شاء الله. لك حق الرد؟ لا طبعا ما ترد بالنص. لا قبل الرد انا يعني اقول انه يعني احنا اكيد وبدون لا نبرر ما قاعد نتبادل المدائح المجانيه اطلاقا، ويعلم الله يعني هذا الكلام انه احد اجمل احبتي واجمل من زاملت في الصحافه هذا الرجل فايز ابو شملان، يعني رجل يعني يعلمنا دروس المحبة للأمانة من خلال تعامله اليومي، من خلال حديثه معك، من خلال تقديره للآخر، من خلال الحديث عن مشاعره بكل انسيابية وثقة ومحبة. أشكرك أبو شملان كثير، ويعلم الله أن هذا الكلام اللي سمعته ليس بأهم من محبة قلبك العظيم يعني، ومن شرف معرفتك في هذه الحياة. أن النص يعلم الله أني ما ناسي أبو شملان، يعني يمكن هذا النص مكتوب من حوالي أكثر من 20 سنة يعني، ويمكن قدامي نصوص هذا تحمل هذا التاريخ. أنا دام إذا مو حافظة أو مو ذاكرة احنا ما نبيك تقوله حتى لا يربك. لا أنا أعرف، لكن راح أعطيه نص يكون على سياقه إن شاء الله. بس أسلم يا أبو عبد العزيز، هذه قصة المطر أدري تحبها يا أبو شملان، ولك المطر اليوم يستاهل أبو شملان والمستمع. يقول ما هو بكيفي يوديني عليه كل مطر، ما هو بكيفي يوديني عليه كل مطر ووله، كثر ما تظن إنسان يوله عليك وضحك الحبات هالمتساقطة وانهمر مثله، ولكن تكسرت بكثر كنت أبيك، كان المطر ضحكتي تلويحتي بالعذر، وأجمل سبب رتب أنفاسي علشان أجيك وأقول لك بلل أيامك، تعال انصهر في داخل الماء كثر ما تقدر وما عليك، اجمع بكفك حروف الغيم لا تنتظر أكثر من الغيم قبل يموت، جاي تديك تضحك ويضحك معاك طير وغصن الشجر، وتغمض عيونك وتعقد علي ناظريك وتقول ودي أغيظك يا طويل العمر، وقول طال العمر فيك وكبر يرتويك، وتقول ودي أغيظك يا طويل العمر، وقول طال العمر فيك وكبر يرتويك، الغيظ لصرت ضاميبك وجف النهر في داخلك والرمل يملاني بضفتيك، الغيظ هذا الغياب اللي ذبح بالصدر كل العصافير فوق الغصن وهي تحتريك، وعيد
كل التفاصيل، الكلام، الصور، ملامح الأرض، وجهي، وجهتي تهتديك، غلاك، شعري، جنوني بك ليال السهر، ملامحك، ملحك، أحلامك دفى راحتيك، صوتك، صباحك، صباك الممتلي بالزهر، تنهيدتك لا خذاك الوجد وما يحتويك إلا عيوني، وهي تلمك وتختصر كل الكلام، الملام، العذب ورعشة يديك، وأقرأ لك الشعر تذكر كيف كان الشعر، وأقرأ لك الشعر تذكر كيف كان الشعر عيش تعيش به، ينفضك، يتنفسك، يهتويك، كأني يحلم، كأني يحلم، كأن العمر أي يمر إلا معاك وعليك، إلا معاك وعليك. عرفت ليه المطر يهدني هالكثر، ضاقت بلياك الأرض وذقت بالأرض فيك. عرفت ليه المطر مو وحش وليه انكسر، وله عليك أكثر من أول ولا أقدر أجيك. الله عليك أبو عبد العزيز، عطر وشعر وطير وملامح وأهتديك وأقول لك الشعر، يعني أمام نصوص وأمام مفردات وأمام تفعيلة داخل القصيدة العمودية. أتعبت من بعدك يا أبو عبد العزيز، الله يرفع قدرك، وجملتنا جدا جدا، وحنا ما ودنا ينتهي وقت البرنامج، يخلص البرنامج والشعر معاك يا أبو عبد العزيز ما يخلص. لذلك حنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، وما ودنا والله يا أبو عبد العزيز ننتهي معاك، لكن كلمة لك للسادة المشاهدين. الكلمة الأولى والأخيرة إن شاء الله ما في كلمة أخيرة قدر ما هي شكر لكم، يعني على اتاحت هذه الفرصة والالتقاء معاكم والالتقاء بحبة المشاهدين، ومحاولة تقديم كلمة بسيطة. أعلم أن الناس ليسوا بحاجة كلمات يعني عابرة، ولكن هذا اللقاء أعتقد أنه يعني من جهتي أنا كثير يعني يجعلني أعيد يعني بعض القياسات القديمة والأشياء والظنون، وأقول لك كان شرف لي أني تواجدت معاكم حقيقة يعني، وألف شكر لكم، وأعتذر عن أي تقصير بدر. يعني أنت يا أبو عبد العزيز من أعاد لنا يعني للأمانة، أنت كنت إضافة شعر وإضافة فكر وإضافة عطرك كان موجود ولا زال يعني من السابق إلى الآن. فحنا اللي فرحنا بعودة فهد دوحان في هذا البرنامج، وشرفتنا يا أبو عبد العزيز، ويخلص الطريق ولا يخلص الشيء. الله يرفع قدرك، وأسأل الله يخلص أيامكم إن شاء الله. آمين. أعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم إلى نهاية برنامجكم تفاصيل، إن شاء الله نلقاكم يوم الجمعة القادمة الساعة 11 مساء في برنامجكم تفاصيل، وكالمعتاد طاب ليلكم طاب.